محمد الحركاني كاتب اقليمي لسياره الاجره الصغيره تابعه للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، وانا كنتكلم هنا باسم التنسيقيه رباعيه اللي فيها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وكل هذه تنسيقيه محليه. هذه المحطه ديال القطار اللي كنعرفوها انا محطه نموذجيه كتشرف المغرب، كتشرف مدينه مراكش وكتشرف زائريها كذلك، ولكن عندنا شي مشاكل تنظيميه في هذه المحطه واللي كتجلى في كون المحطه ديال القطار عندها ثلاثه ديال البيبان، باب هو هذا اللي واقفين حداه، وباب كاين كما كنقولوا هذا باب ترقه، كاين باب امام يعني المسرح الملكي وكاين باب اوريكا. هاد ثلاثه البيبان يعني خلقوا مشكله كبيره لانه ما تمش التهيئه ديالهم بالشكل المطلوب باش المسافرين اللي كيستعملوا القطار الى نزلوا يعني كينزلوا بواحد الانسيابيه وكيلقاو يعني وسائل النقل اللي كتنقلهم للوجهات ديالهم. احنا بالنسبه لنا وانطلاقا من المسؤوليه اللي على العاتق ديالنا بغينا ننظموا هذا المحطه نظرا لواحد مجموعه المشاكل اللي كيعبروا عليها سواء لا زبناء ولا حتى مهنيين اللي هما سائقين كيجيو يديو الخدمه ما كيلقاوش محطه لائقه. مين تنقول لائقه ماشي من ناحيه الشكل، الشكل راه كاين عندنا هنايا الديكور راه كاين، ولكن قال لي المزوق من برا اش خبرك من الداخل، وهي اللي واقعه دابا. في هذا الاطار راسلنا السيد مدير المحطه ديال القطار لانه كنعرفوا واحد المساله هنايا، كنعرفوا بانه المحطه تابعه للمكتب الوطني للسكك الحديديه، ومني تنقولوا المكتب الوطني للسكك الحديديه انه هو بحال قلنا الملك الحصري للمحطه في التصرف والمسؤوليه والتدبير واي حاجه كانت يعني ما كيتداخلش مع سلطات اخرى. وعين منا بهذه المساله راسلنا مدير المحطه، المراسله هي كاينه، وخبرنا بانه احنا في اطار يعني العمل التشاركي والمقاربة التشاركية راه جينا بينا نديروا واحد عملية تنظيمية ووقفنا على واحد المجموعة من الاختلالات اللي شرحناها ليه في مراسلة وفسرنا ليه وقلنا ليه مقترحات اللي ممكن تساعدنا في التنظيم. المهنيين على العاتق ديالهم يعني شكلوا لجان تنظيمية كما انطلقت العملية هذه واحد العام على مستوى المدينة، ودرنا عملية تنظيمية فيها منظمين بالجيليات ديالهم بالباتجات وكلهم هاد المنظمين سائقين سابقين، لأنه هنا في سيارة الأجرة كنعانيو من واحد رقم مهول ديال السائقين اللي كيتجاوز 32000 على 3600 تاكسي كبيرة وصغيرة، وهذا الوضع اللي كيخلي يعني مجموعة السائقين في عطلة، والسائق اللي نزل مشي طوموبيلة خصو شهر ولا شهرين باش يلقى فرصة عمل أخرى. حنا في هذا الإطار ومن خلال هذا خلق بحال هذه المناصب اللي كنعتبروها نسبيا كتعاوننا وكتعاون السائقين اللي ما لقاوش خدمة، كنعطيهم هذه الفرصة باش ينضموا إخوانهم السائقين، وفي نفس الوقت كيدي معاه الإنسان واحد البركة باش يفرح وليداته. إذا ملي تنقولوا مقاربة تشاركية يعني مقاربة تشاركية لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية ولا يعني تنظيميين واجتماعيين. إذا المراسلة ديال السيد المدير المحطة صفتنا عليه، وحنا كنتحملوا مسؤوليتنا في هذا الكلام اللي كنقولوا بحكم أنه عنده صلاحيات كبيرة ما كيتنازعها مع حتى شي واحد، وراسلنا هو المكلف وهو اللي كيسهر على تنظيم المحطة. لكن السيد المدير وانا كنقول هذه الكلمه وكنتحمل مسؤوليتي تعامل معنا في المراسله باستخفاف. اولا من خلال فاش الاخ حسن ميسينا هو معنا هنايا فاش جاب ليه المراسله من المفروض
حنا كنتكلموا في اطار كما قلنا المقاربه التشاركيه، هذاك تيعتبروا تنعتبروا حنا راه ممثل ديال المهنيين، خصو يستقبلوا في المكتب ويقول لها اش اللي كاين ويقدم عنده المراسله، يعني في اطار اداري صرف. حنا ما تنقولوا المجامله ولا يدير ليه الطباله ولا يدير ليه التقيتيقات، لا، هي حقه في الاداره خصها يعطيها ليه احتراما للنقابات اللي هي حق دستوري ومشرعات الدستور، وكذلك من خلال المنصب ديالو اللي كيعطيه وكيوجب عليه انه يستقبل يعني جميع المرتفقين واللي عنده شي شكايه في هذا الباب. اولا كما تنقولوا الاستخفاف جاء من ناحيه اولا التسليم والطريقه ديال التسليم، يعني بالواقفيه والسلام عليكم اش داكشي واحد المراسله راه وين كذا كذا، انا سيدي انا النقابات هنا كتالي عليه الوجه وكذا ومن هنا وشنو هو الموضوع راه اللي بينا واللي بينا، قال لها سيدي انا هادشي ما شي شغلي سيري عند الوالي ولا سيري عند كذا ولا سيري عند هادشي، فهمتي؟ هذه وحده. ثاني حاجه المعامله اللي كنقولوا استخفاف في الثانيه المرحله الثانيه من بعد ما دازت 48 ولا هي 72 ساعه عاودنا صيفطنا الاخ حسن ميسين وقلنا ليه شفنا الرد ديال السيد المدير، لقاه مريح ما قالهاش داك الشيء بالواقفيه، قال لي هذيك المراسله اش باقي، قال لي راه حلتها على شرطه القطار. واش شرطه القطار يعني هي المسؤوله على تسيير وتنظيم المحطه؟ تنظن ماشي هي، ولو كنا كنعرفوا حنا شرطه القطار عندها اختصاص، راه كاين البريفي كاين الولي من اللي غادي نراسلوه لانه هو الرئيس ديال الشرطه وهو اللي غادي يعطي التعليمات للجهه المختصه في هذا الباب. إذن أمام وقفنا على استعتار مدير المحطة عرفنا بأنه هذا باب مسدود، التجأنا للسيد الوالي درنا ليه مراسلة وحكينا ليه الموضوع ورفقنا المراسلة ديال النقابات بطلب تدخل من أجل أش يساعدنا في هذا الموضوع هذا، ورفقنا المراسلة اللي صفنا للمدير. بالفعل الناس ديال الولاية تفاعلوا بإيجابية مع المراسلة وداروا اجتماع وداروا مراسلة كذلك صفتوها للمجلس الجماعي. المجلس الجماعي تقريبا البارح من بعد ما تسلم يعني المراسلة أو الإرسالية ديال السيد الوالي، هذه 15 يوم لأنه الإرسالية اتصلوا بنا الناس الولاية وقالوا لنا راه صفتنا في 21 دو اللي خرج يعني شهر فبراير اللي خرج في 21 تحت رقم 3339 الإرسالية اللي مشات من ولاية مراكش للمجلس. مني سولت أنا البارح اللي هو تسعود من خلال المصالح ديال السيرو الجولان، قال لك أودي راه السيدة الرئيسة قالت لك بأنه المحطة ديال القطار لا سلطة لها عليها وتيخص مدير المحطة هو اللي راسلهم، وكذلك يعني هذا واحد الجواب اللي قبضنا حنا شي شويه باسم اعجاز، لانه عرفنا حنا الصلاحيه عند من، ومنها انطلقنا وجبنا هذه الدوره كامله وعاود جينا ولقينا نفس الجواب. اذا شكون المسؤول على محطه قطار؟ شكون اللي عنده الصلاحيه باش ينظم ويدير المسؤوليه ديالو؟ هذا هو السؤال علاش غنقلبوا من خلال وسائل الاعلام. حنا الان كنطالبوا السيد الوالي وكنطالبوا السيد مديرة المحطه بحكم مسؤوليته، لانه حنا ما كنتخاصموا مع حد، حنا مادام يتحمل المسؤوليه اختلفنا ولا اتفقنا غادي نبقاو تابعين اي مسؤول تحمل المسؤوليه في اي اداره حتى ننتزع حقنا، حقنا اللي مشرعوا لنا الدستور وكذلك اللي كيعطي لنا القانون وكذلك حقنا في التنظيم. تيقولوا مالين التاكسيات فيهم الفوضى، ايوا موالين التاكسيات ما بقات فيهم الفوضى، ها هما كمهنيين تحملوا مسؤوليتهم، خلقوا لجنه تنظيميه وتيتسناو الناس ديال السلطه اللي عندهم القرار وعندهم الصلاحيات، هما ما لقينا المشكل. عبد اللطيف سائق مهني الصنف الثاني، كنتواجدوا في هذه المحطه مره اخرى من اجل لفت الانتباه لهذه المحطه المعيبه ولا اللي متوقعه بواحد الشكل معيب اللي دائما كيحط اولا السائقين في واحد الاحراج مع الزبون، وثانيا الزبون اللي ما كيلقاش التواجد الحقيقي ديال المحطه اللي كنطالبوا به دائما امام الباب الرئيسي ديال المحطه. هذه محطه القطار في مراكش من معلمه صراحه اللي كنفتخروا بها، ولكن كنفتقد لهذا التموقع الحقيقي ديال المحطه، خصوصا حنا سائقين سياره الاجره الصنف الثاني والاول كذلك اللي عدد منا كبير
بغض النظر على واحد الفئة اللي كتوقف في هذه المحطة المعيبة وكتمشي للباب الباب الرئيسي باش تنتقي الزبناء، هذا الشيء احنا في غنى عنه لأنه تيطيح صراحة السائقين في إحراج كي قلت مع الزبائن، وبالتالي كنطالبوا بتموقع حقيقي للمحطة. هذا من جهة كان لفت الانتباه إلى أنه التجاوب صراحة كان ضعيف جدا، إلى ما قلناش استخفاف من طرف المدير ديال المحطة. بالصراحة طلبنا باللقاء معه وتنسيقية في شخص السي حسن ميسين والنقابات الأربع، فكانوا طلبوا باللقاء. من خلال هذا اللقاء هذا صراحة ما كانش تجاوب اللي هو كبير، ما بغيتش نقول أكثر من ذلك، كنقول بأنه حان الوقت لأنه استشعرنا خيرا كي تنقولوا الأمن ولاية الجهة المجلس الجماعي كل شيء، لاحظنا بأنه كاين تجاوب، إلا أنه بقى إن شاء الله التجاوب ديال مدير المحطة اللي ممكن يكون قاطرة لأنه يتوجد حل لمحطة القطار في مراكش.